طيب النهارده نادي الزمالك واجه فريق فيوتشر في الجوله السابعه من الدوري الممتاز، واللي انتهت ب 2-0 لصالح نادي الزمالك. الف مبروك طبعا لنادي الزمالك. دوافع الزمالك حقيقه كانت كبيره عشان يرجع انتصاراته ويرجع تاني يستعيد انتصاراته في الدوري بعد بدايته القويه مع الكونفدراليه بالفوز على ابو سليم الليبي بهدف واحد نظيف. فريق الزمالك واجه مودرن فيوتشر 4 مرات قبل ماتش النهارده، بعد ما فيوتشر صعد للدوري الممتاز قبل موسمين. قدر فريق الزمالك انه يفوز في المباريات الاربعه، ومفيش اي فوز لفريق مودرن فيوتشر ولا حتى اي تعادل. فريق الزمالك فاز في أول ماتش 3-2 في الدور الأول من موسم 2021-2022، وهي نفس نتيجة آخر مواجهة في الدور الثاني في الموسم الماضي. الزمالك كمان حقق في الدور الثاني من موسم 2021-2022 الفوز بهدف نظيف، بعدها رجع وكسب 2-1 في الدور الأول من الموسم الماضي. لو بصينا على القيمة السوقية للفريقين هنلاقي ان القيمة السوقية لنادي الزمالك تقريبا 19.2 مليون يورو، وحوالي 9.9 مليون يورو لنادي مودرن فيوتشر.